ايه اللي ناقص بقى من يعني؟ انا شايف دلوقتي زي ما انت قلتي ان القاعده بدات تزيد، الاهتمام بدا يزيد، حتى الاعلام بدا يسلط الضوء يعني. ممكن ما يكونش بنسبه كبيره بس صح. بقى في اعلام بيسلط الضوء، ما كانش انا متاكد انه ما كانش زمان هنعمل فقره كده ونقعد نتكلم على كره القدم النسائيه. دلوقتي انا وغيري يعني، مش انا بس، كل الناس دلوقتي بتتكلم عن كره القدم النسائيه. ايه اللي ناقص بقى عشان تحس ان احنا بينا زي دول كتير بره بيهتموا بكره القدم النسائيه؟ الانديه الجماهيريه تعمل كره نسائيه. الله يفتح عليك، عشان انا كان نفسي هفتح الموضوع ده دلوقتي. ليه بقى الانديه الجماهيريه ما بتعملش كره نسائيه؟ مش عارفه، ممكن تسالهم. لا ما يعني انا بسالك انت، اصل انت اللي جوه المجال يعني، انت اللي بتبقي اكيد مثلا ليكي زمايلك فبتقعدي تسالي يا جماعه طب هو ليه ما فيش في النادي دوت كره القدم النسائيه؟ من وجهه نظري انا ان الانديه الجماهيريه مش بتعمل كره نسائيه لان هي بتبقى مطالب منها المنافسه. وعدد قليل من الانديه هو اللي بيبقى عندهم الماتيريال او خامه اللعيب اللي تبقى تقدر ان هي تعمل المنافسه. فبيبقوا مرتبطين بانديه تانية. فطبعا ده ريسك كبير ان انت تعمل فريق وما ينافس، خصوصا ان انت نادي جماهيري. صح، بس دي نقطه نظر فده بيبقى مهم. ريسك دي من وجهه ايه نظر. تاني يا كابتن وائل؟ بص اهم حاجه انا بقعد استغرب ليه اهلي وزمالك واسماعيلي يعني الانديه دي طبيعي او تصورت يعني انها هتبقى لا هتبقى الانديه الرائده كمان في كره القدم النسائيه. حضرتك كابت اللعبه بتاعتنا دي هل هي لعبه غنيه؟ لعبه كره القدم النسائيه في مصر غنيه؟ مش غنيه، ما بتدخلش حاجه. يعني كلها يعني انا عندي في وادي دجله، هو وادي دجله اللي بيصرف بس. ما بياخدش اي دعم. ما بياخدش اي حاجه مثلا تخليه انه هو بيصرف عشان مجلس اداره مؤمن باللعبه. ما هي مش غنيه عشان ما فيش انديه جماهيريه. ما لو في انديه جماهيريه الناس هتتابعها. ماشي حضرتك، دلوقتي الخامه نفسها يعني مثلا البنات احنا بنختار من عدد قليل جدا غير الاولاد، احنا اولاد ممكن مليون واحد بيلعب كوره. لا هننزل الشارع نختار البنات فالخامات مش العدد كبير قوي. يعني ده لو في عدد كبير هيحصل منافسه، هيبدا ممكن فيها بيزنس بقى، بيبقى طبعا الفرق هتبدا تعمل فيها. بس احنا بنناشد يعني الانديه الكبيره تعمل لازم ده السؤال دايما مش اشكاوتك الله يفتح عليك. عايز اقول لحضرتك على حاجه كمان. اللعبه فعلا في الفتره الاخيره دي بدات تنتشر. بقى دلوقتي احنا كنا الاول بننزل ندور على لعبات، بكلم اصحاب المدربين لو عندكم بنت قريبكم بنت صاحبه اخت العيب شايفين انها تقدر. لا دلوقتي بيتواصلوا معانا من الاقاليم، بيتواصلوا معانا من المحافظات، بيعرفوا يوصلوا لنا، وبقى لنا يعني يعرفوا بقى سهل ان هم يلعبوا كوره مش زي الاول يعني. ده يخليني اروح ليك لسؤال مهم جدا. احنا دلوقتي بنعرض لقطات من مباراه وادي دجله، مباراه البنك دي، مباراه البنك. طيب سؤالي ليك يا مريهان، سؤال نزل شويه مش عارف ليه فعلا ولا مش عارف ينفع كده ولا اصلا. بس هو انتوا بتاخدوا عقود بقى وفلوس زي لعيبه الكوره كده، او مش زي لعيبه الكوره اقصد يعني، ليكوا عقود وفلوس وحاجات بتاخدوها ولا انتوا بنلعب بالحب ولا ايه؟ لا احنا لينا مرتبات بتفضل طول السنه، لينا مكافئات بتحصل، ونادي وادي دجله من اوائل الناس اللي عملوا كده، وبيحاول كل سنتين ثلاثه ان هو يواكب الغلاء اللي بيحصل عشان يبقى المرتب يعني كافي. هاي عادي بقى 6 ولا 7 مليون في السنه؟ لا مفيش الرقم ده، مفيش الرقم ده، مفيش الرقم ده خالص. طبعا بهزر عشان نقول للناس انه الناس دول بيلعبوا كوره غير الناس التانيين، غير الرجاله خالص. مش هو مش بيبقى كده، بس هو احسن من نوادي كتير. بس حاليا ومتطلب ده طلب يعني من الاتحاد الافريقي ان اي نادي يكون عنده رخصه افريقيه لازم يعمل عقود للبنات. عظيم. وده اللي وادي دجله هيعمله. عظيم. كابتن وائل السيد مدير فني في وادي دجله، مليون مبروك، حضرتك شرفتني ونورتني، دايما انجازات ودايما روعه، وننبسط بيكم دايما على طول. الشرف ليا انا. أشكرك. وشكرا على الاستضافه. اشكرك. ومن خلالك بس عاوز بس طبعا اشكر اللاعبات، تعبوا جدا السنه دي، تحملوا فوق طاقتهم. بشكر مجلس اداره النادي على دعمهم للفريق ومسهلين مأموريه جدا. بشكر الجهاز الفني اللي تعب معايا جدا، كابتن يوسف، الكابتن نشوى، كابتن وسام، محمد ونص، كابتن محمد السيد، كابتن وحيد، تعبوا جدا جدا الفتره اللي فاتت واستحملونا انا شخصيا يعني.